تدخل آلاف المركبات الفضائية الفضاء الجوي للأرض خلسة، وتهبط على سطح كوكبنا وتحلق عبر مدننا، فتغرق البشرية في حالة من الفوضى العارمة. وفجأة تفتح أبواب أكبر السفن الفضائية ويخرج منها مخلوق غريب تماما. يحاول الكائن تقليد لغتنا ويقول إنه جاء من نجم بعيد يسمى القنطور الأقرب. قد يحدث شيء كهذا لأن العلماء التقطوا مؤخرا إشارات راديوية غريبة من هذا النجم. القنطور الأقرب أقرب النجوم إلى نظامنا الشمسي، ويبعد عنا 4.2 سنة ضوئية فقط، وهذا يعني أن شعاع الضوء الذي ينطلق من النجم يصل إلى الأرض بعد 4.2 سنة، أي ما يعادل 270 ألف ضعف المسافة بين الأرض والشمس. القنطور الأقرب في حد ذاته خافت جدا، فلا يسعنا أن نراه بالعين المجردة في سماء الليل، لكن نظامه يخفي سرا صغيرا. لنسافر إلى هناك ونلقي نظرة عن كثب. حسنا، هذا هو القزم الأحمر. إنه أصغر 7 مرات من الشمس وأخف 8 مرات. القنطور الأقرب أكبر من المشتري 1.5 مرة وأثقل منه 150 مرة تقريبا، لكن ما نبحث عنه فعلا أبعد بقليل. هذا هو القنطور الأقرب باء، كوكب شبيه بالأرض، أكبر منها بنسبة 10%، ويتواجد في المنطقة الصالحة للحياة للنجم. نقصد بهذه المنطقة نطاق المساحة التي لا يكون فيها الكوكب بعيدا جدا ولا قريبا أكثر من اللازم من النجم المضيف، فتكون الحرارة على سطحه معتدلة بين البرد القارس والحر الشديد. الماء إن وجد فعلا على سطح ذلك الكوكب سيكون في حالته السائلة، وبذلك يمكن أن تزدهر الحياة وتتطور، وربما قد تطورت بالفعل بما يكفي لإرسال الإشارات التي التقطناها. الإشارات الراديوية هي موجات بتردد وطول معين، ويمكننا دوما التفريق بين الإشارة الاصطناعية والإشارة الطبيعية. الإشارة التي التقطها العلماء من القنطور الأقرب باء بتردد 982 ميجا هرتز. الراديو العادي الذي نصغي إليه في المطبخ أو السيارة يلتقط إشارات بتردد 100 ميجا هرتز. لهذا السبب استنتج العلماء بأن تلك الإشارة ذات منشأ اصطناعي. مثل هذه الإشارات قد تكون طريقة للتواصل بين العوالم المتطورة. إن كانت بالفعل رسالة من حضارة في الفضاء الخارجي، فسنتمكن من فك شفرتها. أي حضارة تسعى للتواصل ستستعمل أبسط طريقة للتشفير. فمثلا أرسل البشر إشارة راديوية إلى الفضاء هي رسالة أريسيبو. تكونت هذه الرسالة من 1679 رقما، وهي مستطيل أبعاده 23×73 مربعا، ويحمل معلومات عن حضارتنا مشفرة باستعمال الشفرة الثنائية. وفي أعلى المستطيل ثمة نظام من الأرقام التي نستعملها وهو باللون الأبيض، وهذا الشيء البنفسجي هو مفتاح لقراءة الجزء التالي من الرسالة. الأرقام الذرية للعناصر الكيميائية مثل الهيدروجين والكربون والنيتروجين والأكسجين والفوسفور مشفرة في هذا المفتاح. هذه هي العناصر المفتاحية التي يمكنها بدء الحياة. إن كانت الحضارة التي نشك بوجودها قد استقبلت الرسالة بمقدور أفرادها فهم الأرقام والمفتاح وقراءة الجزء التالي من الرسالة، هذه الأشياء الخضراء هي لبنات سلسلة الحمض النووي للإنسان. وفي الأسفل وضعنا سلسلة الحمض النووي. يشير المستطيل الأبيض إلى عدد أزواج وحدات البناء، واللوالب الزرقاء تظهر شكل سلسلة الحمض النووي، ومن ثم نرى هيئة الإنسان. الجسم الأبيض والأزرق على اليسار هو العدد المشفر لمتوسط طول الإنسان. الإنسان مرسوم هنا في طرفي شريط الحمض النووي لتتمكن حضارة الفضاء الخارجي من فهم ما نبدو عليه. المستطيل الأبيض على يمين صورة الإنسان هو عدد سكان الأرض وقت إرسال رسالة، أي 4.2 مليار في سنة 1974، نصف عددهم الحالي. الجزء التالي هو رسمة لنظامنا الشمسي. المستطيل الأصفر الكبير هو الشمس، ومن ثم تأتي الكواكب في نظامنا الشمسي بما فيها بلوتو، ففي ذلك الوقت كان كوكباً. الأرض مرتفعة قليلاً هنا حتى تفهم حضارة الفضاء الخارجي من أين جاءت هذه الرسالة، والرسمة الأخيرة هي المرصد الذي بعث هذه الرسالة إلى الفضاء. هذه الإشارة في طريقها حالياً إلى العنقود النجمي M13 الذي يبعد عنا 25 ألف سنة ضوئية، ولن تصل إلى هنا قبل مرور 25 ألف سنة أخرى، وسنحتاج إلى 25 سنة للحصول على رد إن استقبل أحد الإشارة على الجانب الآخر.
إن كانت الإشارة من القنطور الأقرب رسالة أيضا، سنحتاج إلى بعض الوقت لفك شفرتها. دعونا نطلق العنان للآلات الحاسوبية الخارقة وننتظر النتائج. ليست هذه أول إشارة غامضة نلتقطها على الأرض. سجل العلماء إشارة واو غير اعتيادية في سنة 1977، يفترضون بأنها أتت من مكان ما في كوكبة الرامي. التقط التلسكوب هذه الإشارة المجهولة لمدة 72 ثانية، وفي وقت لاحق استنتج عالم لدى رؤيته النسخة المطبوعة بأن الإشارة اصطناعية، وكتب واو على الورقة كردة فعل. لم تتمكن الملاحظات ولا الدراسات اللاحقة من التقاط الإشارة مجدداً. تقول بعض النظريات بأنها جاءت من سفينة فضائية مرت بجانبنا، ومن ثم حلقت بعيداً فلم يعد بإمكاننا رصد الإشارة، لكن الراجح أنها نشأت على الأرض ووجهت إلى فوق فانعكست عن جسم في ارتفاع شاهق، ربما انعكست عن طائرة أو قمر صناعي أو حطام فضائي يحوم حول كوكبنا. التقطت تلسكوباتنا هذه الإشارة، ونظرا لأنها من صنع الإنسان فربما أربكت خواصها مثل الأطوال الموجية والترددات العلماء. في سنة 2017 سجل العلماء انفجارا على سطح القنطور الأقرب، زاد سطوع هذا النجم 1000 مرة في 10 ثوان فقط، وقبلها حدث انفجار آخر أضعف لكنه دام لدقيقتين. ومع هذه الانفجارات أطلق القنطور الأقرب كميات هائلة من الإشعاع. حتى إن كانت الحياة موجودة على سطح الكوكب الذي يدور حول نجمه، فمن المرجح أن هذه الإشعاعات قد دمرتها تماما. لابد أن رياح النجمية مزقت الغلاف الجوي للكوكب ومحت الحياة عن سطحه. بشكل عام يتلقى كوكب القنطور الأقرب باء إشعاعات عالية الطاقة أكثر ب60 مرة وأشعة سينية أكثر ب400 مرة من الأرض. استنتج العلماء بأن احتمال تواجد الحياة هنا يتراوح بين 1 إلى 100 مليون. وبينما لازلنا غير متأكدين من طبيعة الإشارة، فإن سيناريو قدوم سفن فضائية إلى الأرض مستحيل على الأغلب. الطريقة الوحيدة التي نستعملها للبحث عن الحضارات الفضائية هي الموجات الراديوية، وهي شبيهة بصخب وضجيج ينطلق من كوكبنا في شتى الاتجاهات بسرعة الضوء. المشكلة الأساسية هنا هي المسافات المهولة التي تتميز بها مجرتنا، درب التبانة بقطر 100,000 سنة ضوئية. لنفترض بأن هناك حياة في الجانب الآخر منها، إن أرسلنا إشارة راديوية اليوم لن تصل إلى الكوكب المعني إلا بعد 100,000 سنة، ولن يصلنا الرد سوى بعد 100,000 سنة أخرى. وكذلك الأمر حينما يحاول أحدهم الاتصال بنا. تعلمنا إنتاج واستقبال الإشارات الراديوية في القرن 19. لو كانت حضارة أخرى في مجرة التبانة تجارينا في وتيرة التطور واخترعت الراديو، فلن نتلقى إشارة منها قبل مرور آلاف السنين. زيادة على ذلك، بدأت الضوضاء الراديوية من كوكبنا تتلاشى، إذ صرنا نستعمل البلوتوت والألياف البصرية وكابلات التلفاز. لذا بعد حوالي 100 سنة لن تتمكن العوالم الأخرى من رصد إشاراتنا. والأسوأ من ذلك حتى، ماذا لو أن حضارة في الفضاء الخارجي ترسل إشارات إلى الفضاء منذ فترة؟ من المؤكد أن هذه الإشارات ستصل إلى كوكبنا، لكننا لم نمتلك التكنولوجيا اللازمة لالتقاطها. لقد تطور العالم الذي أرسل الإشارات، وتلاشت إشارته تماماً. كان من الممكن أن نلتقط بقايا هذه الموجات الراديوية، لكننا ثبتنا الهوائيات بعد فوات الأوان. ثمة حوالي 1,000,000,000,000 مجرة في الكون، وتحتوي كل واحدة على مليارات وتريليونات النجوم الشبيهة بشمسنا. ربما يوجد كوكب شبيه بكوكبنا حول أحدها، ربما تزدهر الحياة هناك وتراقب مثل حضارتنا الفضاء الخارجي، أملاً في التقاط إشارة راديوية من كوكب مجهول.